سلام، معكم بثينة الرئيسي. اليوم شنو راح نسوي؟ راح نسوي دوي جلوي لوك باستخدام منتجات بوبي برام. هذا الفاينل لوك، تعالوا نشوف الخطوات مع بعض. اللونج وير ويتلس فاونديشن من بوبي براون ميزته ان فيه SPF وانه فول كفر على البشره ويقعد مده طويله ومزجه ودمجه ينن. اخترت كوبلستون اي شادو باليت من بوبي براون لان الوانه طبيعيه حيل، وهذا اللي يناسب لوك اليوم بين النوتريلز وبين الالوان الشمر والمات. الخطوة الجاية راح تكون بالديفاين جل آيلاينر من بوبي براون. راح ارسم فيه الآيلاينر، والحلو فيه والمميز انه لونج لاستينج ووتر بروف. الحين علشان احدد السحبة اكثر راح اخذ نفس الكحل مال بوبي براون واستخدم انجل برش واخذه واستخدمه نفس ما استخدم الآيلاينر. الحين السموكي آي ماسكارا من بوبي براون، وايد أحبها وصار لي فترة أستخدمها، تكثف وتطول الرموش، والحلو فيها أنها بلدبل. كبرونزر دائما أحب أستخدم الباودر برونزر لأنه يعطي دايمنشن خطير حق الوجه، والدرجة اللي راح أستخدمها جولدن لايت. بابليكيشن البرونزر أحب دائما أني أحطه فوق مو تحت علشان يعطيني الليفتنج حق الوجه. أحلى فقرة عندي بالميك اب الهايلايتر، واللي أحبه واللي يميز هايلايترات بوبي براون إنه يعطونكم الفينش اللي كنا ماي على البشرة. اختياري اليوم حق برونز جلو لأن أبي الفينش يكون برونزي. التريك اللي أحب أسويها علشان الهايلايتر يطلع دوي أكثر على البشرة واضح أكثر، أخذ السيتنج سبراي مال بوبي براون ورشها على فرشة الهايلايتر وأوزعها. علشان اللوك يطلع دوي أكثر شنو أحب أسوي؟ أخذ فرشة فلات بس شوي فلافي، وأخذ من الهايلايتر أنفض الزايد، هذا أهم شيء، وتحت الحاجب. ما تصدقونش كثر يعطي النظارة وجلو حق الميك اب. شوفوا حمرة اليوم راح تكون من كولكشن كراش ليب كولر. طبعا راح اختار اللون النود اللي يتماشى مع اللوك، فاللون راح استخدمه اسمه بلو راسبيري. حددت الشفايف طبعا كونتور خفيف بني. الحين راح احط الحمرة عشان تشوفون لونها معي. بالنسبة لي أحلى سيتنج سبريمر عليه هو مال بوبي براون لأنه أهو هايدريتينج، أهو فيكسر، أهو يسوي بلند حق الميك اب كله، زائد إنه يثبته، فوايد حلو جنتل على البشرة.